هنا القاهرة عاصمة الخبر، نشرة مغاربية جديدة نرصد فيها أهم الأحداث والتطورات في بلدان المغرب العربي. البداية بالعناوين. الرئيس التونسي يؤكد أن الشعب يريد محاسبة من يقفون وراء أزمات السلع ورفع الأسعار. الرئيس الجزائري ونظيره التونسي يبحثان سبل تعزيز التعاون بين البلدين. وفي حكاياتنا المغاربية نشاهد المناظر الطبيعية الخلابة التي تتمتع بها شلالات أوزود المغربية. أهلا بحضراتكم مجددا، بداية نشرتنا من الشأن التونسي. أجرى الرئيس التونسي قيس سعيد زيارة إلى مقر وزارة الداخلية التونسية، حيث اجتمع بعدد من القيادات الأمنية لتأكيد ضرورة احترام القانون وعلى دور القضاء في إنفاذه. وأثناء اللقاء أثنى سعيد على المجهودات التي تقوم بها مختلف مصالح وزارة الداخلية التونسية، موضحا أن الواجب اليوم يقتضي حماية الدولة ممن وصفهم بأن لا يهمهم إلا السلطة والمال ولا يتورعون في الارتماء في أحضان أي جهة أجنبية. وأكد الرئيس التونسي أن كثيرين حاولوا تفكيك الدولة، كما يحاولون أيضا تأجيج الأوضاع الاجتماعية عبر التنكيل بالشعب في حياته اليومية. أكد الرئيس التونسي قيس سعيد أن الشعب يريد محاسبة من يقفون وراء أزمات السلع ورفع الأسعار، مؤكدا أنه لا استثناء لأحد أيا كان ممن أجرموا في حق الشعب. وخلال لقائه وزيرة التجارة وتنمية الصادرات كلثوم بن رجب، أشار سعيد إلى أن التحقيقات التي أجرتها السلطات أظهرت وقوف عدد من المتآمرين على أمن الدولة وراء أزمات السلع ورفع الأسعار. وشدد سعيد على أن تونس لن تقف مكتوفة الأيدي أمام من عمل وما زال يفكر في تأجيج الأوضاع الاجتماعية برفع الأسعار وتخزين السلع. تحرير وطني، نخوض المعركة تلو المعركة لتطهير البلاد من الذين عاثوا فيها فسادا على مدى عقود وعقود، ومن بين الأساليب القذرة التي لجأوا إليها وما زالوا يعملون بها وبواسطتها على التنكيل بالمواطنين في معاشهم وفي حياتهم بالاحتكار والمضاربة وتخزين السلع، بل وتخزين الأدوية. وهناك ملف فساد كبير في عدد من المؤسسات المتصلة بالأدوية، فلا بد من التصرف. أكدت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن أن التحولات والتغيرات الجذرية التي يشهدها العالم في ظل تواتر الأزمات وتفاقم تداعياتها سياسيا وأمنيا واقتصاديا واجتماعيا وأيضا مناخيا أثرت في السياسات العامة للدول. وفي كلمة لها في إطار أعمال القمة العالمية للحكومات والمنعقدة في دبي، أشارت بودن إلى أهمية دور المرأة في تحقيق الاستجابة الفاعلة والدائمة لمختلف التحديات القائمة وضرورة تمكينها سياسيا واقتصاديا، مشددة على أهمية تعزيز البناء التشريعي والمؤسسي الذي يؤهلها لإثبات وجودها في مراكز اتخاذ القرار. لا نزال في تونس التي اعتبرت أن تعليق جهات أجنبية على الاعتقالات الأخيرة متسرع وغير دقيق ويمس استقلالية القضاء التونسي.
قال وزير الشؤون الخارجية التونسي نبيل عمار إن الاعتقالات الأخيرة جاءت بسبب قضايا خطيرة تتعلق بالأمن القومي للدولة التونسية ولا علاقة لها بالنشاط السياسي أو الحقوقي أو الإعلامي، مشددا على أن تعليق بعض الجهات الأجنبية على هذا الأمر يعد تدخلا في الشؤون التونسية الداخلية. تصدرت الخطوط التونسية الشركات المدرجة في بورصة الأوراق المالية في تونس وحققت أعلى ارتفاع للإيرادات ناهز 106%، وارتفعت عائدات الخطوط التونسية من 600 مليون دينار عام 2021 إلى 1,262 مليون دينار عام 2022. تعليقا على كل هذه الأخبار في تونس، تنضم إلينا مراسلتنا من هناك نسرين رمضاني. أهلا بك نسرين في هذه الجولة المغاربية. العديد من الملفات التي تحدثت عنها وذكرت أنا عدد من الأخبار المتعلقة بالوضع التونسي، لا سيما يتعلق بتصريحات الرئيس التونسي التي كانت لافتة في الحقيقة، سواء في لقائه بوزارة الداخلية أو حتى في التجارة والصناعة. ما دلالات كل هذه التصريحات؟ نعم، من بالفعل هذه التصريحات جاءت بعد تصريحات الرئيس قيس سعيد، جاءت بعد حملة من الإيقافات شملت العديد من الوجوه. يعني هناك مثلا مدير إذاعة موزاييك، وهناك أيضا الرجل الأعمال المشهور المعروف كمال الطيف، وهناك وجوه سياسية معروفة مثل القيادي البارز في حركة النهضة ونائب رئيس حركة النهضة نور الدين البحيري. هناك العديد من الوجوه الأخرى التي تم إيقافها ضمن هذه الحملة التي تعرفها تونس هذه الفترة. وقال الرئيس قيس سعيد أن هذه الإيقافات تأتي على خلفية معطيات توفرت لديهم لدى السلطة بوجود مخطط للتآمر على أمن الدولة. التهمة هي التآمر على أمن الدولة، وأشار الرئيس قيس سعيد في تصريحاته بالأمس خلال زيارته إلى وزارة الداخلية بأن هناك مخطط لاغتيال رئيس الدولة، وقال يعني الاغتيالي هو شخصيا، وقال ايضا ان هناك هذه يعني من شملهم هذه الايقافات يعني كانوا قد تورطوا في معطيات تفيد بانهم يعني متورطون فيما يتعلق بأزمة نقص المواد الغذائية في تونس. وقال ان هذه يعني هؤلاء ومسالك التوزيع التي يسيطرون عليها نكلوا بالشعب التونسي وتآمروا عليه في قوته. وأشار أيضا إلى بطء وانتقد بطء المسار القضائي في العديد من الملفات الهامة، من بينها ملف وقضية اغتيال الشهيدين شكري بالعيد ومحمد البراهمي، وقال إن ليس من المعقول أن تبقى هذه القضايا في الرفوف لمدة 10 سنوات، وكان من المفترض أن يتم البت فيها قضائيا منذ مدة طويلة. وأيضا اغتيال والمخططات الإرهابية والعمليات الإرهابية التي استهدفت قوات الأمن والجنود. إذن كل هذه المعطيات بحسب الرئيس قيس سعيد كانت سببا في حملة الإيقافات التي عرفتها البلاد خلال الأيام هذه الأيام. نعم نسرين، وزارة الشؤون الخارجية التونسية أصدرت بيان اعترضت فيه او تحفظت على الاقل يعني ما قالت انه تعليق جهات اجنبيه على من القي القبض عليهم مؤخرا. كيف ينظر الشارع التونسي الى هذه التعليقات التي تاتي من الخارج؟ نعم، طبعا الشارع التونسي يرفض كل هذه التعليقات التي تاتي من الخارج، ويقول مثل ما قال طبعا وزير الخارجيه التونسي نبيل عمار، ومثل ما قال ايضا الرئيس التونسي، ان هذا تدخل في الشان الداخلي لتونس، وطبعا التونسيون لا يقبلون مثل هذه البيانات التي يعني تضر. اذا نسرين رمضاني مراسلتنا من تونس، هل انت معنا؟ نعم نستمع الى صوتك، تفضلي. نسرين هل تسمعيني؟ أرجو أن إعادة السؤال لم أسمعه جيد. نعم، يعني كنت تستكملين فيما يتعلق برد فعل الشارع التونسي تجاه تعليق بعض الجهات الأجنبية على من ألقي القبض عليهم في تونس، وكنت تذكرين أن الشارع التونسي يرفض بشكل كامل وجملة وتفصيلا كل هذه التعليقات.
ويعتبره طبعا تدخل في شأن التونسي. نعم، في نفس هذه النقطة تحديدا يعني قال أيضا الرئيس قيس سعيد يعني اتساقا مع وانسياقا مع رد فعل الشارع التونسي بخصوص هذه البيانات التي تقول بأن حقوق الإنسان منتهكة في تونس. قال الرئيس قيس سعيد أن دستور 25 يوليو يعني هذا الدستور الجديد لتونس يضمن كافة الحقوق والحريات أفضل حتى مما يعني كفله الدستور العام 2014. وقال الرئيس قيس سعيد أن الدستور العام 2014 الذي دائما يعني يحاول المعارضون الرجوع إليه يقول نعم. إنه هدم نسلين. الدولة من الداخل وأضر نعم. بصورتها من خلال إحداث بعض المؤسسات. نسرين رمضاني مراسلتنا من تونس، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل وعلى هذه المعلومات، ومباشرة إلى أنقرة ونتابع هذا المؤتمر الصحفي بين وزير الخارجية التركي ونظيره الأرمني. وجدنا التضامن بين فرق الإنقاذ، أيضا لديهم أعمال مهمة جدا في الإنقاذ في الميدان. هناك تضامن بين هذه الفرق لإنقاذ أكبر عدد ممكن من العالقين تحت الإنقاذ. يوم السبت تقريبا افتتح المعبر الذي كان مغلقا منذ 30 عام تقريبا، ووصلت المساعدات من أرمينيا إلى أضيمان، وأيضا هناك مساعدات إنسانية أو الجزء الثاني من هذه المساعدات خرجت أيضا من هذا المعبر ودخلت إلى تركيا وتتوجه لتقديم المساعدات إلى الناجين من هذه الزلازل في مدينة أضيمان. نحن نتضامن مع تركيا في هذه المحنة ونتواجد هنا اليوم. أنا أتواجد هنا شخصيا لأقول أننا نشعر بسعادة لوجودنا هنا ولتضامننا، وأنه من الضروري بناء جسور بين البلدين وأيضا افتتاح المعابر بشكل كامل، ومستعدون لعودة العلاقات إلى طبيعتها مع تركيا. شكرا. إذن كان هذا جانبا من المؤتمر الصحفي جمع بين وزير الخارجية التركي ونظيره الأرميني، وهذا هو المؤتمر الصحفي الثاني بعد مؤتمر صحفي كان منذ قليل جمع أيضا بين وزير الخارجية التركي ونظيره البوسني، عبر فيهما الوزيران عن تكاتف بلادهما تجاه ما حدث في تركيا وتعاون بلادهما أيضا من خلال فرق إنقاذ ومساعدات طبية وإنسانية مختلفة ذاهبة طبعا إلى تركيا، كما ذهبت جزء منها إلى سوريا. في الشأن الجزائري، حيث بحث الرئيس عبد المجيد تبون هاتفيا مع نظير التونسي قيس سعيد بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها. وفي بيان قالت الرئاسة الجزائرية أن الرئيسين ناقشا عددا من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك. لا نزال في الجزائر، حيث أكد رئيس المجلس الشعبي إبراهيم بوغالي أهمية تحقيق الأمن المجتمعي في البلاد، لافتا إلى أن ذلك يشمل كل أنواع الأمن التي ينبغي أن تتحقق، ومنها الأمن الغذائي والأمن الفكري. وفي كلمة له بمناسبة اليوم البرلماني أشار بوغالي إلى أن مفهوم الأمن المجتمعي هو من أهم مرتكزات الأمن القومي الجزائري، مضيفا في الوقت ذاته أن تحقيق الأمن في الجزائر جاء بفضل رجالها ونسائها والإرادة السياسية التي ظهرت معالمها واضحة في الحياة المجتمعية. شددت الجزائر وأذربيجان على حرصهم على تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات. جاء ذلك أثناء المباحثات التي جمعت الأمين العام لوزارة الخارجية الجزائرية عمار بلاني مع سفير أذربيجان لدى الجزائر تورال أنار أوغلو. وأفادت الخارجية الجزائرية بأن اللقاء شكل فرصة للطرفين للتنويه بالعلاقات التاريخية القائمة على التضامن والتعاون بين الجزائر وأذربيجان.
في المغرب، أكد رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش خلال اجتماع اللجنة الاستراتيجية لبرنامج فرصة، أكد على ضرورة مواكبة المستفيدين من البرنامج لتعزيز قدراتهم. أوضح أخنوش أن الحكومة المغربية خصصت في قانون المالية لعام 2023 غلافا ماليا قدره 1,250,000,000 درهم لبرنامج فرصة. وكان رئيس الحكومة المغربية قد وجه بالانطلاقة الفعلية لفرصة 2023 والذي يهدف إلى تشجيع فرص العمل بين الشباب. قالت وزيرة الانتقال والطاقة والتنمية المستدامة المغربية أن القدرات التخزينية التي تتوافر في المغرب لا يتم استغلالها بشكل كبير، موضحة أن مخزون المواد البترولية بلغ أكثر من 1,000,000 متر مكعب، أي ما يناهز 31 يوما من الاستهلاك الوطني. وشددت الوزيرة المغربية على أن بلادها تنتهج سياسة طموحة لرفع المخزون الاحتياطي لتأمين حاجيات السوق المغربية من هذه المواد. كما تعمل وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة على تسريع المشاريع الخاصة بالقدرات التخزينية. لا نزال في المغرب، حيث توقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن يظل الطقس باردا نسبيا إلى بارد بكل من مرتفعات الأطلس والريف والمنطقة الشرقية والهضاب العليا والجنوب الشرقي للبلاد، كما يترقب نزول الثلج بكل من جنوب ووسط المملكة والمرتفعات والجنوب الشرقي للبلاد إضافة إلى الشمال. في موريتانيا، حيث بحث وزير العدل الموريتاني محمد محمود ولد الشيخ عبد الله مع مندوبة اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي في موريتانيا، بحث السبل الكفيلة بتعزيز وتطوير أوجه التعاون القائمة بين موريتانيا والهيئة الدولية. هذا وقد أثنت المندوبة على التطور الحاصل في مجال إخضاع السجون الموريتانية للمعايير الدولية بصفة عامة، كما تقدمت بتشكراتها الخالصة للحكومة الموريتانية على تنظيم المنتديات العامة حول العدالة. أشرف رائد فرقة الدعم بالأركان العامة للجيوش في موريتانيا اللواء صيدو صمبا على انطلاق اجتماع خبراء دفاع مجموعة دول الساحل الخمس، والتي تضم كلا من موريتانيا وتشاد ومالي والنيجر وبوركينا فاسو. ويهدف الاجتماع الذي يتواصل على مدار 3 أيام يهدف إلى إنشاء هيكلة جديدة لدول مجموعة الخمس في الساحل، وهي الهيكلة التي تمت المصادقة عليها في العاصمة التشادية إنجامينا خلال الشهر الماضي. إلى الشأن الليبي، حيث أثنى النائب بالمجلس الرئاسي السيد عبد الله اللافي على شباب ليبيا الذي وصفهم بصناع الكلمة، وذلك خلال مشاركته في الملتقى الشبابي الليبي للمؤثرين تحت شعار نحو السلام. وأكد اللافي أن مشاركة الشباب بمختلف مكوناتهم في الملتقى يوضح قدرتهم على التغيير وصناعة السلام والاستقرار للمساهمة في إنجاح مشروع المصالحة الوطنية الذي أطلقه المجلس الرئاسي الليبي، موضحا بأن الشباب هم أحد أعمدة المشروع الذي يتطلب منهم بذل أقصى جهد للحد من الانقسام والحث على الحوار لحل الخلافات وتجنب العنف للمساهمة في إعادة الأمن والسلام والاستقرار.
في حكايتنا المغاربية نتناول مجموعة متنوعة من المناظر الطبيعية الغنية التي تتمتع بها شلالات أزود المغربية. نتابع. انتهت نشرتنا المغاربية. للمزيد من المتابعة يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني القاهرة نيوز.net، كما يمكنكم متابعتنا على مختلف منصات التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر وإنستغرام ويوتيوب، ويمكنكم متابعة القاهرة الإخبارية على تردد 11747 رأسي، ويمكنكم أيضا تحميل تطبيق القاهرة الإخبارية من خلال أب ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو آر كود الظاهر أمامكم على الشاشة. شكرا لحضراتكم، مني همام مجاهد على طيب المتابعة، إلى اللقاء.